الأمم المتحدة، فهم يقول اللي يقول لي جرى يقول إحنا طينا الفلوس للأمم المتحدة، والأمم المتحدة منين نجيب الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة تحصل على الأموال من أعضائها وخصوصا أعضاء مجلس الأمن، وهي ما بيها شيء تمشي حال يعني. لجنة راد لها مصاريف، عندها إفادات، البلد كان بوضع، وعندها اللي يروح إفادات يكون ينام فندق ويكون ياخذ مصرف جيب، ما عليه مثل الوزراء يعني، مسألة طبيعية. كلش إحنا لو ضالين على ذيك أحسن من هاي، كان خوش دجاجة وخوش ديك. هالسعودي شوف الديك هسه. الآن طلعت أنت المبخوت، اعطينا هاي الورقة. اي والله هذه الرسالة اللي من الأخوة لجنة كتابة الدستور تثير عندي مجموعة من التساؤلات. القوى التي تفاوضت جانبا للاتفاق على القضايا الكبيرة والمشتركة والمهم منها الأقاليم خارج قبة البرلمان وخارج نطاق اللجنة، بمعنى يولد سؤال، هذه خيانة؟ أنت تقول، أنا ما قلت، أنا أسأل. إيه تسأل أقول لك إيه خيانة. أنا اليوم كان لازم لو أنا مكانهم أترك أقدم استقالتي مثل ما الأخ ضياء قدم استقالته عندما فرضوا عليه شيء، أنا هم أقدم استقالتي أقول هذا تدخن. تقول ليش تجيبون قيادة؟ من أول جيبوا القيادات في الصف الأول زعماء؟ أنا يهمني التوصيف للتاريخ. نعم. أنا ما يهمني يزعل فلان لعرضة فلان. نعم. أنا اليوم أحكي وياك بما أنت انطيتني. أنا لا مو انطيتك، هم هاي رسالتهم. أنا هاي ما وصلتني يعني كثير، بس هذا أنا اليوم لا هذا النص، أنا هذا النص الآن مسؤول يعني عنه. أنا من أعيد أنه وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم مسودة الدستور، يعني هي بالخطوات الأخيرة في 15 آب 2005، دور حاسم بمعنى شنو معنى كلمة حاسم؟ وموازن بمعنى أصبح القرار خارج لجنة الدستور، خارج لجنة الدستور، ونشاط موازن لكتابة تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب. إذن اللجنة دورها شكلي، كان لازم يستقيلون مثل ما استقال ضياء، مفروض البقية هم يستقيلون. لو أنا موجود أستقيل، أنا بوحدة من الوزارات قدمت استقالتي لأن حاول المجلس الأعلى أن يتدخل بشغلي، وحشيتها بالتلفزيون شغل العقود، قلت أرفض أني وقدمت استقالتي خلص، قعدت بالبيت من 2016 إلى يومك هذا. إذن من هنا كان الخلل في الانطلاقة الأولى. نعم هذا كلام صحيح، كلام صحيح.